والسرور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عقب صباحكم الله بالخير والنور والسرور والرضا. سامحوني البحر ما جيت ولا ظهرت. عمدا ما كان في محتوى ولا كان في موضوع غير اليوميات العادية، واليوميات العادية البحر يومية اليوم العادي كان ما في زحمة، يعني أكثر شيء يلسة. سمعتوا اللي يقول أرباخ؟ هذا الباحة يوم الأرباخ يلسة، لا شغل ولا ضمن، فما كان في موضوع أني أعد والأرمس أنا. فلذلك والباحة بعد أبطيت في السهر وناش يعني من وقتي غير تميت متيلغ وحلاقة اليوم وما أدري شو وصراحة يتريب الصباح الأخير وحشابي يا خود وخود بعيد. ترى صراحة ما تي في لسانك كلمة خالد، خود وخوي أخوي وخود خالد ما يبها. كان يوم البحر متعب في الزراعة وما تكمل. مثلا عندك لكم هذه هايلها هاي الشيرة شو كانت؟ كانت هناك وكانت القيصرية هاي أو ما يسمونها هي هذه، أما للتصغيرونة كبرناها فقير وأحس إنها تنفهت يعني صارت ما شاء الله. شفت اللي يرحب الحين ها ما لازم ترحب فقيرة هي الأول هناك دائرة وصغيروني الحوض مالها فعروقها ما بضمات المكان بصراحة. أبوي من الصبح يتريق وخدمة عندنا دور مدار البيت حاطين هذا الشير مهوغني اللي يقولون شهر المهوغني اللي أنا حاطنا غير عن الداماس. داماس غير يا جماعة الخير. البارحة يعني احتشرت حشرت النص هيزي داماس غير والمهوغني غير. هذا ما يخصه في هذاك، هذه الشيرة تصير روحها يعني نوع من شيرة الحطب. الحطب شيء خشب يسمونه مهوغني. المهوغني هاي يصير شكل قلمي إذا قطعته من تحت يصير فوق شرات. شفتوا شركة صباح الله يا الله صباح الله خير. شيرة الأرز شرات شيرة الأرز هاي اللي شرات المثلثة أو مالت عيد ميلاد هالنمونة هي تغدي، لكن يبقى لها وقت بطيئة النمو ما بوايد سريعة في النمو، لكنها تسوي ورقها مثل ورقة الهنباة. ها صباح الخير. تمام. وين لا حب ولا شيات؟ وين الحب؟ عند ولده. انا موجود. وين بيحبني اليوم؟ اه شكرا. صباح الخير. ايه زين شو بالك محتشر؟ انت ليش خالد وخالد شو بالك؟ انت سباح خلاص اليوم حب الاسباح سبوح اليوم حلاقه وزلاغوي شغله طويله عريضه يا ولد احمد. سيارة ابوي سرنا البحر عند هلب القصر. هلب القصر حبيبي الهم الهم طرقهم والهم ترتيبهم. لازم اول بادي ودي لهم طلب الشراء. الورقه ما ودينا الورقه. الورقه دي انزين ودي قسم تحت قسم شؤون القصر. انزين يكتبون تقرير ويرفعونه للجنه واللجنه تعرض على الاداره وعقب الاجتماع يقررون يشوفون اول صلاح شو وضعه المادي. وضعك المادي انت ما شاء الله عليك فوق النخب فلوس زين انزين يجتمعون يشوفون هل ان صلاح السياره هذه توالمه لو ما توالمه. هب على هواي انا ولا على هواك انت؟ اصبر عاد هالكلام لك وللمتابعين. هيئه القصر حبيبي هذا اللي يحطون عيونهم ويكرسون جهدهم الحفظ اموال منو اللي مثلك والمشرواك واللي عندهم ايتام ولا قاصرين يحفظون اموال. لو عندك ولي ولو عندك حد قيم عليك لازم خالد الحين ما يروم ياخذ لك مني والطريق. لازم يشاور هل العرف وهل الناس المسؤولين عنك. انزين الحين المسؤولين ابوي يدرسون الموضوع يشوفون صلاح يحتاج للسياره هذه ولا يحتاج حق سياره احسن ولا ادنى ولا اعلى ولا ارخص ولا اغلى. ما بمني والطريق زين. فالحين ان شاء الله بيتشاورون وبيردون علينا. نحن قلنا لهم السياره ابوي هنمون جيمته والريال عنده بيزات. قال نحن ادرابك انا عنده بيزات لو ما عنده بيزات. لذلك ابوي ان شاء الله صبروا علينا وبنرد عليكم الجواب. فهمت صلاح؟ ان شاء الله. عفوا صلاح شو السؤال؟
سيارة هي غلط ولا لا؟ لا سيارة بتخلص إيه؟ بيعطونك ما يبون شو يعني شو ما بتوكلينهم على مالك إيه؟ متوكل غير والمسيطر غير هم متوكلين على مالك ويشوفون الشيء اللي يناسبك إيه؟ إن شافوا السيارة توالمت بيوقعون حبيبي إيه؟ إن شاء الله إنه بيوقعون وقالوا لنا صبروا علينا يومين ثلاثة بندرس الموضوع برد عليكم أنتوا غيركم أي حد يقدم طلب نحن ندرسه نحن ما بنستفيد شيء ان احنا ما اخذنا شيء ترى احنا ما ناخذ من كيسنا ناخذ من فلوسكم انتم صح؟ صح تحبني؟ وايد لشويه؟ ما اعرف شويه ليه صلاح؟ الرمان وين؟ صلاح الرمان هذا من وين؟ بيتكم خلاف؟ ما شاء الله على الفلاح هذا انتاجهم الرمان حتى بد ها وبعد ورد إيه؟ هنتين يا بلي إيه؟ ما شاء الله شكرا صلاح شكرا مولا حقينا إيه؟ زي شكرا ما قلنا شيء كان عفوا ما قال عفوا دوارك امس 100 نفر يسوي فيديو حقنا هاي غنية مالنتي مال غنية سواحلي سبيكينج ليش صح اي نسيت too many people they sent for me your song يا سمع يا اسوي بني وسنتو اه too many people okay خليني. Now they said you have only one song in your country only one song لا okay why everybody is singing this song because they love it they love this song yeah and it's very easy to catch ايوه yes. okay وانت ودوارك يلا okay. يلا عاده okay. جامبو فوانا Abar yani msuri sana Wageni mwakari pishwa Imarati akuna matata Wageni mwakari pishwa akuna matata Imhalati nzuri akuna matata Imhalati ya upendo akuna matata Imhalati ya furaha akuna matata Thank you بغل ما بغاوي الغنية؟ لا وزين أخ عليك يا صلاح الله يحفظكم مجتمعين ويا هريس ومحمد علي محمد علي يا ربي محمد علي أحليلك محمد علي محمد علي عبسكار قوم أمي في السبعينات وكمل عندنا لين شيء ثمانين وتوفى ظني سار وين سار؟ لين 2000 لين 2000 سبحان الله تعال يا عدالة اليوم الاجتماع كان شو السبب البارحة كان هريس مسافر وكل يوم الشوربة والله انها البارحة الشوربة كانت وايد زينة وتعاينة في البيت ان الشوربة هل انت يا هريس حاط فيها كريم ولا لا وتتواز سوب فور وات يسترداي كولي فلاور ها كولي فلاور هي الزهرة اللي هي القرنبيط كانت شرات الزبدة طعمها فسألته هل أنت حاط لها كريمة؟ قال لا على تعينة في البيت الحين يبناهم وده مناظرة شو طريقتك وشو سويت طلع عنده صدق ما بحاط كريمة وايد تستهزت لك لك كريمة أربك الله يا بفاد الحي هذا اشتغل في عمان 4 سنين هذا اللي تشوفونه ما بطباخ رسمي هذا مساعد طباخ لكن اشتغل في بيت وزير من الوزراء في عمان عمان how many years 6 سنين الوزير هذا عندي يمكن 12 طباخ من جميع انحاء الكره الارضيه وهذا داير بينهم معيوني وخذ الخدمه من جميع انواع الطبابيخ كل الطبابيخ اللي عندهم هناك هو اكتسب خبرتهم في هالست سنين وعرف كل خدمه في الدنيا العوده الشوربه يسويها مليون نوع نوع ما في شيء طبخ فرنجي ولا اوروبي ولا الا يعرفه ولقط والله لقطه ومسار بلاده بيصير وان اجازة 15 يوم روحي عطني يعني حرمتم ربي من غير عمال هاكل سنتين صار مايه كل يوم اللي بتذكر اختربت اللي ما ادري شو ثارة لازم يصير عمان ويوقع على ورقة انه ظهر من هناك وما ادري شو وسافقين اللي مسكت والباحظ هو وهذا هريس ويا هريس سي سلام عليكم السلام عليكم وانت السلام عليكم بس يا لازم بتصب العسمه باليسار لازم؟ يسار ايوه. ليه ده حسد؟ ايه يلا قول بسم الله. وين بسم الله؟ قول بسم الله ما اريد خلاص ما اريد بسم الله.
قول بسم الله بتجادي عدل. صلاح اي ها صلاح قول بسم الله. لا زين ما تبرم ما تبرم تقول بسم الله وانت صب. يلا صب يا صب عاده. يلا قول بسم الله والحمد لله. صلاح لا تعمسني ما اريد انا هذا. لا اي قول والحمد لله. لله بارك الله فيك يا صلاح. إيه هذا إيه بخبركم عنه تو البارح واصل ما رمنا نصوره. حيسي حيسي ها هذا أبويا يا يتنسلت هالهلا والفنانة وعليها اسم خالد الخالد المحترم. هذا عاد كرت من المعاريس. نزلي تحت نزلي تحت تحت إيه نزلي تحت بنرويكم الكرت هذا من وين جاي وشو مناسبته وشو علمه وشو خبره. يلا دوارك بطلع أنا بطلع أنا. يلا يا يسني يا الحين بطلي عن بطلي اوبن اوبن يلا 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 انجليزي انجليزي لا لا هير اونلي فروم او ذيس وان يس اي نيد ذيس وان. يا رجال يا رجال يا دوار يا الله يا الله يا الله. وين يو اوبن سينج سونج وين يو اوبن ات سونج. يلا الحمد لله يلا عادة ويقول نوت سونج على شيخ خلاف عيب نصور لكم هالأشياء كلها ليت اليوم علوم وايدة وأشياء وايدية. يا الله يحفظكم هذا كرت المزارين العرس يوم الأربعاء الساعة 4 العصر بقصر بقصر الإمارات أبوظبي قاعة الاتحاد للاحتفالات. العرس عرسي على الله يحفظكم مبارك مبارك بن عبد الله بن محمد المزروعي وبيناسبون على الله يحفظكم بياخذ شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي أصغر وزيرة في العالم أصغر وزيرة في العالم. يا الله يحفظها ويبلغنا إن شاء الله في أحفاد أحفادها يا رب العالمين. هذا أولا. وثانيا شم الله يحفظها نالت شرف وظيفة وزيرة الشباب وزيرة الشباب أصغر وزيرة في العالم وزيرة الشباب وعقد قرانها إن شاء الله بيكون يوم الأربعاء العصر حفل الاستقبال. المعرس مبارك بن عبد الله بن محمد المزروعي وعلى كريمة سهيل بن فارس بن غانم المزروعي. العروس وزيرة الشباب شمة وشيخ الشباب مبارك بن عبد الله بن محمد المزروعي. يلا الله يتمم عليهم ويوفقهم ما بينهم على كل ما يحب ويرضى. انزين مبارك مبارك مسمينه على حياة مبارك بن فاضل من مبارك بن فاضل ومن وشو وضعه كان قبل وأثناء حياته وشو كان وشو علمه وشو خبره بتظهر لكم إياه الصور اللي حين بحطها إن شاء الله. مبارك بن عبد الله المزروعي مسماي على حياة يده مبارك بن فاضل المزروعي على الجنة حياة مبارك بن فاضل المزروعي. توني نزلت لكم صورة ويا حياة زايدي علهم الجنة باثنينة. حياة مبارك بن فاضل من أعز أصدقاء وأخويا حياة الشيخ زايد اللي واكب وياه مسيرة الاتحاد ما قبل البترول وما بعد البترول. فصداقة وزماله وأهلية وربعه قديمة من قبل النفط. فالله يغفر لزايد بن سلطان هو وأخوياه مبارك بن فاضل وليه كانوا عايشين في هذاك الوقت يعلى الله وتوفوا يعلى الله يغفر لهم واللي باجين الله يطرح فيهم البركة ويحفظهم ويطول بعمارهم. نزلت لكم الله يحفظكم صورة فيها شباب ثنينة
الاثنين هاي الله يحفظكم، الاولى منهن واحد منهم المعرس مبارك بن عبد الله بن محمد المزروعي. صورة الثاني منو؟ هذا اخو العروس، اخو العروس على الله يحفظه، هذا احمد بن سهيل بن فارس بن غانم المزروعي. ليش عاد حطيت صورته هنا؟ هبل مني والطريق؟ لا، هذا كد ما اخذ الله يحفظكم سيف الشرف من كلية سانت هيرس العام، شيء ناموس لدولة الإمارات كلها وفخر أن مواطن من الإمارات ياخذ سيف الشرف من كلية سانت هيرس البريطانية، أعرق الجامعات في الدنيا العودة كلها. هذا شيء مش بسيط، فخر لكل إماراتي. الله يحفظكم عادة كل يوم ما شاء الله كله خيرات وكله عطايا وكله هدايا. هذا الشيء بعد شوي بنرمس عنه، وهذا حين الشيء هذا الرجال روح بيخبركم عن عمره، هو منو وشو علمه وشو اخباره. السلام عليكم. عليكم السلام. زي حين انت منو؟ اخو خالد رميتي. هي احنا طال عمرك سوي اتشار. انزين بس شو اللي يميز الاتشار مالك؟ شو الميز؟ انا تعرف ليش انا بغيتك انت ترمس، انا اقدر اصوره واحطه ويصير حال على اليسار. شو اللي يميز اشاركم؟ شو الشيء المميز فيه؟ المميز فيه ابو محمد اللي هو اشار المالح. اشار المالح كيف مالح؟ ها عندنا اشار مالح. اشار مالح النيسر. ايوه يعني اشار نيسر. اشار نيسر نعم، هاي وحده. ها نوع. نوع. انزين. النوع الثاني عندك الربيع. لا تخيس فراشي ورد رد مكانه. هي حطه هني عداله. ايوه يا ويلك ما علي باس. زين والثاني انا ابو محمد. الله يحفظكم عاده كل يوم ما شاء الله كله خيرات وكله عطايا وكله هدايا. هذا الشيء بعد شوي بنرمس عنه، وهذا حين الشيء هذا الرجال روح بيخبركم عن عمره، هو منو وشو علمه وشو اخباره. السلام عليكم. عليكم السلام. زين حين انت منو؟ اخو خالد رميتي. هي احنا طال عمرك سوي اتشار. زين بس شو اللي يميز الاتشار مالك؟ شو الميز؟ انا تعرف ليش انا بغيتك انت ترمس، انا اقدر اصوره واحطه ويصير حال على اليسار. شو اللي يميز اتشاركم؟ شو الشيء المميز فيه؟ المميز فيه ابو محمد اللي هو اتشار المالح. اتشار المالح كيف مالح؟ ها عندنا اتشار مالح. اتشار مالح النيسر. ايوه يعني اتشار نيسر. اتشار نيسر نعم، هاي وحده. ها نوع. نوع. انزين النوع الثاني عندك الربيع. لا تخيس فراشي ورد رد مكانه. هي حطه هني عداله. ايوه يا ويلك ما علي باس. انزين والثاني انا ابو محمد. الاولي على الله يحفظك لازم انا اطعم منه، هو عباره عن شو؟ نيسر. نيسر نعم. نيسر وخادمين على طريقه اتشار. نعم صحيح. يا سلام سلام. انزين والثاني؟ الثاني طال عمرك هذا ربيان. بعد شغلكم روحكم؟ نعم كله شغل بيت، شغلنا روحنا. وين تسكن؟ في ابو ظبي بديت زايد. ما شاء الله، انت السكنه الاوليه؟ نعم. وين عم سيد حياه ثاني بمرشد؟ احنا مو عنده. والله؟ عند المسيد بالضبط. هذا ابوي الحين هذا مال اشار الربيان. اوه 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 يلا. هذاك شو بعد؟ اربع نمونات. اربع. هذا اللوم. اللوم العادي المتعارف. اللوم العادي المتعارف الاتشار اللوم. لكن بالطريقه الهنديه يعني ما كلها هي كلها بالهندي. ايوه. منو بالله عليك عندكم هذه خادمه الدنيا كلها؟ هذا احنا عندنا يعني في البيت الخدمه كله وخالي من المواد الحافظ. وهذا رقم اربعه شو؟ هذا رقم اربعه اتشار مانجا. مانجا قول لي. مانجا خضر. مانجا؟ نعم. وانت رميثي؟ ما يسوي همبه. همبه. هي لا مانجا حق المتاحد من المتابعين ما بيعرف الا همبه. لا لا يعرفون، يختنون ابليس ويداوون وما يخلون شيء، ما يعرفون يوم يبون ويوم يستعبطون. يا سلام سلم. هذا بالله عليك كله في بيتكم تخدمون؟ نعم كله خدمتنا. ما في مواد حافظه؟ ابدا خالي من المواد الحافظه. في لسعه فلفل، فلفل فيه ما بالفلفل اللي هو يشلوط حار، ترى اتشار هو اتشار ما بدهن ورد، اتشار في ريحه الاتشار القويه الغاويه، وفي طعم الاتشار الهندي، ما باتشارنا العربي لا، اتشار الهندي. لكن المميز وايد على الله
وهذا رقم أربعة شو؟ هذا رقم أربعة أتشار مانجا. مانجا قول لي. مانجا خضر. مانجا. نعم. وأنت ميثي ما يسوي همبا. همبا. إيه. لا مانجا حق مطاحد من المطابعين ما بيعرف إلا همبا. لا لا يعرفون يختنون إبليس ويداوون وما يخلون شيء ما يعرفون يوم يبون ويوم يستعبطون يا سلام سلم. هذا بالله عليك كله في بيتكم تخدمون؟ نعم كله خدمت. ما في مواد حافظة؟ أبدا خالي من مواد الحافظة. في لسعة فلفل كان فلفل فيه ما بالفلفل اللي هو يشلوط حار ترى آتشار هو آتشار ما بدهن ورد آتشار في ريحة الآتشار القوية الغاوية وفي طعم الآتشار الهندي ما بآتشارنا العربي لا آتشار الهندي لكن المميز وايد على الله مال الهمبة ومال اللومي متعارف عليه موجود عند وايد هالعرب اللي تخدمه كان هذا صدق انه يعني من المميز وزين لكن اللي اكثر فنان وايد زين اللي هو آتشار النيتر اللي هو المالح مال المدفى ومال تشسيف فوق عن الزين هذا مال 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 نيسر مال بدح ما يربتوا تسوون بعدنا يعني في يعني في طور التطوير زين يعني يوم يعني في يعني اللي يطلب تخدموا له نعم واللي يطلب يعني تكلمت يا محمد عن الحرارة عن الفلفل هي اللي يبي خفيف ترى له على حسب الطلب ايوه يباه حار فلفل زيادة موجود يباه خفيف سويه على حسب الطلب يعني على حسب الطلب لكن انتم ما بزاهب عندكم لا نحن نسويه فرش اللي يبه يقدم الطلبية هو نعم. ويوصل عقب كم من يوم؟ نعم خلال 3 إلى 5 أيام ما شاء الله مال الهمبة ومال اللومي متعارف عليه موجود عند وايد هالعرب اللي تخدمه كان هذا صدق انه يعني من المميز وزين لكن اللي أكثر فنان وايد زين اللي هو آتشار النيتر اللي هو المالح مال المدفى ومال التشسيف فوق عن الزين هذا مال 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 نيسر مال بدح ما يربتوا تسوون بعدنا يعني في يعني في طور التطوير زين يعني يوم يعني في يعني اللي يطلب تخدموا له نعم واللي يطلب يعني تكلمت يا محمد عن الحرارة عن الفلفل هي اللي يبي خفيف ترى له على حسب الطلب ايوه يباه حار فلفل زيادة موجود يباه خفيف سوي على حسب الطلب يعني على حسب الطلب لكن انتم ما بزاهب عندكم لا نحن نسويه فرش اللي يبى يقدم الطلبية نعم. ويوصل عقب كم من يوم؟ نعم خلال 3 إلى 5 أيام ما شاء الله أنت يا الله يحافظك يتني ويبتليها السامان وتي خالد أباك تعرضه هل أنت حين أني أنا بمقابل سويت تلك الخدمة لا ولا لا لا بدون مقابل هذا كرم منك جزاك الله خير كرم منك هي يا الله يحفظكم أنا أي حد يجيني ويباني عرض سعر كان زين بقول له زين وكان مبزين بقول له ابويا انا اتعذر ولا اروم احط سامانك لانه ما يوز واللي ما يوز انا ما اروم اشكر عليه بحطه تباني اصور بصوره لكن لا يخسرني في لا زين ولا شيء لكن السامان هذا اللي جايب لنا الرجال هذا خالد اسمك نعم خالد اللي جايب لنا خالد ما شاء الله عليه شغله زين ومضبوط وفنان ويستاهل الدعم شاب مواطن ويستاهل من ياخذ بيده هو وعائلته يا الله يحفظه يبارك فيه يطرح البركه فيه وفي هله وفي بلاده ننتشى منها وحكومته انت يا الله يحفظك يتني ويبتليها السامان وتي خالد اباك تعرضه هل انت حين اني انا بمقابل اسوي تلك الخدمه ولا لا لا بدون مقابل هذا كرم منك طلع جزاك الله خير كرم منك يا الله يحفظكم انا اي حد يجيني ويباني عرض سعر كان زين بقول له زين وكان مبزين بقول له ابويا انا اتعذر ولا اروم احط سامانك لانه ما يوز واللي ما يوز انا ما اروم اشكر عليه بحطه تباني اصور بصوره لكن لا يخسرني في لا زين ولا شيء لكن السامان هذا اللي جايب لنا الرجال هذا خالد اسمك نعم خالد اللي جايب لنا خالد ما شاء الله عليه شغله زين ومضبوط وفنان ويستاهل الدعم شاب مواطن ويستاهل من ياخذ بيده هو وعائلته يا الله يحفظه يبارك فيه يطرح البركه فيه وفي هله وفي بلاده ننتشى منها وحكومته
أدرس أنت تشتغل شو تسوي؟ خلصت الحين الدراسة تري الشغل. إن شاء الله. الله يزدك إن شاء الله. الوظيفة الزينة والحرمة زينة والعمل الصالح والله هي سر أمورك. الله يسلمك يا رب. كرتكم وين؟ موجود طلع مكابر تشوف بصور. بعد شان بصور بصور هون الصبوية. يا سلام يا سلام ها شغر ميثات. أحافظ عليكم. ما تنغلبون. هذا أبوي شغلها مرميثات. الحين بنصوره بنحط لكم إياه طالعون واللي يبى شيء يطلبه من هالجماعة. هم يخدمون أبوي في بيوتهم. ترى الريال هذا العام تجايبين تجايبين ها؟ هي نعم. عام طرشين. حطيته أنا الكولة ما حطيته؟ لا. ليش ما حطيته؟ بعدنا ما بدينا كان تجربة. نوزع على الناس على بيادنا. ونجح. ونجح الحمد لله. شوف حيث إن تجربة أنا ما رمت أحطه. صحيح. وحين ما شاء الله شغلكم يوم نجح. أنا أبوي أحطه وكل فخر إن مواطن من الإمارات يخدمون هالشيء الزين وهالشيء الفنان. وأسعاركم ربها ما بغالية. لا لا الأسعار متناولية. أنا ما يخطني ما أريد أعرف كم أنا لا أريد أعرف كم ولا يهمني أعرف كم. أنا الحمد لله هذا على فكرة واللي يجيب لي شيء ويباني ينشره وعرضه بغى يشله هو ساير يشله بغى يخلي فكرة. ترى الريال هذا العام تجايبين تجايبين ها؟ هي نعم عام طرشين. وحطيته أنا الكولة ما حطيته؟ لا. ليش ما حطيته؟ بعدنا ما بدينا كان تجربة. نوزع على الناس على بيادنا ونجح ونجح الحمد لله. الحمد شوف حيث ان تجربة انا ما رمت احطه. صحيح. وحين ما شاء الله شغلكم يوم نجح. انا ابوي احطه وكل فخر ان مواطن من الامارات يخدمون هالشيء الزين وهالشيء الفنان. واسعاركم ربها ما بغالية. لا لا الاسعار متناولية. انا ما يخطني ما اريد اعرف كم انا لا اريد اعرف كم ولا يهمني اعرف كم. انا الحمد لله هذا على فكرة واللي يجيب لي شيء ويباني ينشره وعرضه بغى يشله هو ساير يشله بغى يخليه يجيب شيء واشوفه زين حط عرضته وحتى يوم يوزلي وبغى يشله وهو ساير يشله بغيت اشتري بشتري حالي حاكم انا ما غير عنكم لكن الجماعة ها صبر الحين تباني ادي انا بيزات هذا ولا لا شو لا لا هاوي هدية من لك انت على شيء على الهديه. الله يحفظك ويبارك فيك ويطول بعمرك وانت ريا ان شاء الله الكرت كرت العرس ان شاء الله باذن الله. ايه انت ريا كرت انت ربيع ولدي احمد ها؟ نعم. ولا سعيد احمد ما شاء الله واحمد عرس وانت شو تريا؟ لا ان شاء الله لاحقين احمد ان شاء الله. الله يسر اموركم. احمد ترى عرس اللمسي هذا اللي استوى عرس الجماعي. ايه لكن عرس الصدقي بيستوى عرس الحريم شهر 7 ها شهر 7 ان شاء الله. الزفاف في شهر 7 ولا حين اللي استوى امس ما الريايل وبعد الحين بخبرك معاه تعالوا شيء ها بعد اشياء هناك جاي الدنيا كم ابو يوم هريس بيسوي شيء من نواتك بخبركم اليوم شو مسوي عاد الله يحفظكم مسوي هالشيء هذا تدروبه شو هذا سوب شو سوب مال فندال سوب سويت بوتيتو كيف هاو يو ميك ات You usually before you do it before it's normal call it name for the soup sweet potato soup sweet potato soup potato soup and the taste is it sweet or salt and sweet salt and sour salt and sweet والله يا جماعة الخير ينا عجبه كأنك تشرب كريمة والطعم ما نو كريم مزاق بدون كريم ها وطعمها لذيذ والله فوق عن الزينة what you put there inside garlic onion and celery stick ها and salt and hot water and boil together and after cold uh-huh. room temperature the mixing stand ها تشخلها hot water and thickness very good test سبحان الله سبحانك يا رب every day make like this thank you Harris thank you Welcome. Thank you من هنا محتفظ به ولا بهاي السنة هاي السنتين اللي اختار دير عندي في أبوظبي من ياب من مسكت ثلاث وديات استوت عند الظروف وخليته يصير بلاده ودي يلس 10 أيام ودي 15 يوم ودي 5 أيام وأمس تقريبا 3 أسابيع ما عندي مشكلة ودي ماتت أم حرمته
ودي حرمته مربي ودي ما ادري شو بلاه يعني وهو طيب. وليش انا يعني ظرف طار يعني ها بني ادم فقير يعني ظرف عنده ما اخليه يصير وحين التذكره الا ب1000 درهم الله لا عادهم 1200 ساير جاي على الطيران ما ادري شو. ليش يعني اقول له لا لا والله براي وبراي براي بينفعني. قال احبك يا ولدي قال احبك يا نافعي شو يعني بخطمه انا ما بخطمه بنادم بعد رويح فقير يبي يشوف هله يبي يشوف الليله ما شوف الابتسامه ما تفارجهم بشاشيري انا شمنه مبزنهم مبزننا شلجله مبزنهم ما بالله كلهم مبزنهم. لاني اذا تبغي ناتج وتبغي شيء جميل وجيد بزهم وراح مثل ما تراعي عيالك عامل الناس بما أن تحب أن يعاملوك. حب التصنع وتمثيل في التليفون وسوشيال ميديا لا صدق ما بالصدق حب صديقوا ما بالكذبوا لازم على الحقيقة. يقولون أنت متبرض هي نعم من بغى شيء ودر شيء كان تبى يبارونك مباراة وزاحوبك يد هنا لا تنشبين برهم برهم مثل ما تبر عيالك برهم وعاملهم بالتي هي أحسن بتشوفهم يبوك يشلونك فوق روسهم يوم اللي بتيلس اللي مناهر وزعيج وبغيم. أنا لا والله طول باري عليهم واستحملهم والحمد لله أنا وهالبيتي أنا وهالبيتي كلنا نعاملهم كأخوان وصدقان. فلذلك رب العالمين ميسر الأمور وموفر موفر اللي سبل الراحة لو أسير حتى سنة ما علي باس البيت في أيدن أمينة ما يلعبون بالدنيا كل بالقياس وما شيء ينعق. اللي ما ينكل الريو يأكلون على الغداء يأكلون العصر فواله يتفاولوا كل شيء كل شيء. وهذا منهم يحلف براس ربيعه لأن ما بشيء إذا تصوخ كلام دريول ولا كلام بشكار ولا طباخ ولا خدام ولا مهام الجنسية هذه وهام الجنسية هذه بيستوي بينك وما بينهم ما يصنع الحداد بيازمون للسيف لي والترس لك. لكن أبدا لا تسمع لا لزيد ولا العبيد وعاملهم كلهم نمونة واحدة كل من حد يابل كرمسه قول له انطم ولا كلمة. أنا لي عين تنظر وذري إذن تسمع أنا عارف العدل من المايل أنت سمعت المواشاة بين البشاتير الله شال خيرهم. وهذا عادية توترة الغداء الحين هاي تبولتي شوي ونشوفها ترى مبايد أربع حبات والرويد لابد ولا عذر منه انزين الحين هذا الشيء الفنان وهذا يا الله يحفظكم الكينوا عوضا عن العيش انزين وهذا بارك الله فيكم شيء الفنان هذا بارك الله فيكم ناشف لحمة حوار على الطريقة الهندية فنان وغاوي وششراته. وهل تشوفون الأبيض هاي لحمة السنام شحمة السنام هذه وخلطوا ما بينها ورقم واحد شيء وريحته تضرب في خمرة الرأس هنود مال الهند خدمة الهندية يعني شفتوا الجلي مالت الكبود على تكاليفه ده كان أبويها الحمة حوار شو هاي ها تشوفونها ترى هم مش حمة حمة السنام. هذا الله يحفظكم الباحي واصلنا المساء ولا هان علينا نتصرف به. وأحد المقترحات أن يتم أبوي حق باكر الغداء واليوم أبوي أصبح وظهره من الثلاجة وحطه حق الغداء والصنع اللي هي مضروبة الدياي من بنت حاضر وفي نفس الوقت هي أم حاضر يا لو بتسخن الملحار السمتة ما بينه وبينها يزاه الله خير وفي ميزان حسنات تدفع الله الشر والبلاء عنها. مشكورة يا بنت حاضر والله ونعمل جيرة يحافظ الله عليهم ويرانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بني ناوي أجل الموضوع إلى العصر فما رمت قلت مرة عمرتين هاي بوية يتم هالفوال من الجماعة من هالعيد هاي بوية فوالة تم فاكهة وهذا الله يحفظكم لولو وهذا خلاص وهذا ميدول وهذا كفرد وكل وحدة منهن من هالصيانة عليها بوية غرشة قهوة ونحطوا الذراع قهوة سيلان صريح ما يخالطها أي شيء قهوة وجلية جليتنا نحن حمستنا نحن الميروشة الحثة ما بنعيم هاي اللي يغدي تغدي القهوة مدلخة منها لا هاي المبروشة الحثة الله يحفظ. شوفوا من المتعارف عليه
من المتعارف عليه أنه في الأعراس الله يحفظكم يستوي أنه وقت العرس الحريم يوم عرس الحريم يستوي لازم استان طاولة العطورات للي بيروحنا الحريم بيتروحنا بيتدخنا، فهذا الستاند روحه مكلف. يعني إذا بنحط كل شيء من الزين الطيب الفنان اللي شرات هذا اللي حنبرويكم إياه ما يقل عن 150 ولا 200 ألف قيمته 100%، لأن المضرب يحطون مضارب، كل مضرب طول ذراع. العنبري مثلا تولة العنبري الطيب تولة الوحدة تقريبا ب 120 أو ب 150 فيها 100 تولة، هاي بكم روحها؟ 30 ألف. يحطون 40 مضرب 50 مضرب 10 مضارب من 30، هاي روحها نص مليون. الشركة هاي الله يحفظكم خدمة سوت عرب في العرب يميل وخير. فشو اللي يسوون الشركة هذه؟ الشركة هاي هم شركة تاجرات المنزل، يعني حرمة راعية الدار. أنا أعرفها زين ما زين، يتني وبارك الله فيها وروتني شغلهم وروحت كل أرياح ريحهم هذا، كل مضاربهم اللي هن جايبينهن هاي هدية، كل أبوي روحته، كل عطر أخير عن الثاني، والله ما في واحد منهن ريحته عادية ولا من ما سربجي، كل العطر اللي عندهم في الأربع من أربع ما يكون. عاد تخبرها أقولها يعني تبيعونه انتو؟ قالوا لا، حد من العرب ياخذ مشترى وحد من العرسان ياخذه يتصلوا بنا ونحجز لهم اياه، نسوي الستاند. الستاند عباره عن شو؟ فراح الشيء شو اللي يسوونه؟ يجرون ستاند، عندهم موظفين وموظفات، موظفات حريم يعني يدخنن ويروحن ويشلن المرش ويروحن الحريم بمراودهن بعلمهن بخبرهن بعودهن بدخونهن بالنوع اللي وكذا نوع وكذا طلب وكذا شيء، وكله من الزين وكله هذا حين اللي جايبينه ريحته في منتهى الروعة. العطورات العربية اللي ريحتها الخامرة اللي ما شي شراته هذا أبويه، ومسمين شغلهم بنت مراود، وحين بحط لكم عنوانهم وانتوا عاده بصركم. اللي بيعرس أنا أقوله نصيحتي للي بيعرس يتصل بهم، هو ناس هالدار من هالعين مواطنين مشروع وايد زين ويوفر أميات الآلاف، ما بيوفر آلاف، لأنك أنت حين بتروح العرب بتروحهم عطر فنان، بتروحهم ريح خنين، ما بتروحهم عطر الخنفسان، بتروحهم عطر يكون ريح تتبن وريحته طيبة والناس تحب الطيب، ما بتدور الشيء اللي ما فيه الشاهد وتمزر به دباب كل دب كبر جلسة الآدمي في غدي مبغاوي. الشكل الشيء الزين غالي ثمن، وأنا في اعتقادي هذا مشروع ناجح ويعلى الله يرزقهم. هم شغالين من زمان وحبوا يهدوني هالمضارب وهالصينية بكبرها، كم مكبرها ها أربع رياي ما يرمونها، وبردها ودنياها بعودها ودخونها ومداخنها، وعمال يشتغلون تفتكون أبويه. بدال ما تيلس الحرمة حد يحرس العطر وحد يحرس العود وحد يحرس ما إلا أبويه، هذا يتيك شركة كامل بستاندها تخبرها بالموعد، أيون أبوي بريحهم وعلمهم وخبرهم، فكون أم العروس وأم المعرس من الصدع والديانة. بدال كل وحدة تازم مركوزة كانها قبليوة معالي الستاند تحرس وشل وينشل سامان العرب، لا تتفقين وياهم هل بالشركة هل هاي مال بنات شو ها بنت مراود، تتفقون وياهم روحهم أبوي مسؤولين عن سامانهم كله، أنتم هم اللي بيروحون هم اللي بيدخنون هم اللي يشلنا المرش، عندهم ستاف كامل معلمين من طقطق. السلام عليكم، الله يطرح لهم البركة ويوفجهم ويزيهم خير عن كل شيء يخدمونه لو بحقهم وبيزاتهم، يغير فكون العرب من 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 المحاتاة ومن التعب ومن الركزة. الركزة هذه روحها تقصف الأجل، ولمحاتها منو تدخن منو ما تدخن منو تروح منو ما روحوا، لا أهل الدار مواطنات يعرفن السنة وين يصير أول
وين يصير أول بادي المدخن؟ وين يصير مضارب الريح؟ وعنده منو قبل؟ منو يبدون؟ منو يجدمون؟ منو يخرون؟ ترى أبوي أسكن الناس منازلهم، ما يستوي أن اليمعة هاي كلها جاية بتدخلون أنتو فلانة قبل عن علانة. لا، كل حد أبوي لترتيب، وهالسنة وهالتات أبوي كله ما حد يعرفه إلا رواعي الدار، رواعي الدار المتمكنات المتمرسات اللي عرفن اللي معنا ويعرفون الطرق ويعرفون شلة المدخن كيف تنشل، المرش وين يتودى، من أي طرف يرشون سويعية الحرمة وكيف يدخنونها وكيف يروحونها، هذا كله لترتيب. وراعية الشركة راعية تات وعلم وخبر يتني على الله يبارك لها ويطرح لبركة الحرمة الحشيم المستورة. حاولت قلت لك أبدا لا أنا ولا من ظهر اتحرى عمري، قلت قالت لي محمد تراك الكلام الضروري انت ما قلته، قلت انا ابوي انا هين من انطلق انطلقت. اقول كم والستاند هذا يتاجر بالاجار، ان كان ساعتين او اربع ساعات او ست ساعات ستاند باجاره، هي حق خطوبه حق عرس حق ملكه حق حفله داخليه في البيت، ستاند بزمه وعراهي بموظفات اين يروحن يدخنن بضوهن بعلمهن بخبرهن بمراشهن بمراودهن كل شيء اين بقيته مشترى ولا اجار. لكن 99% اعتقد انه بالاجار، لانه عقب شو يبون الحين اللي بياخذون مضارب ب 200 و 300 ألف، عقب بيطيح في حشالهم في جبودهم بيطيح المعاريس، فلذلك تستاجر ويتروحون من هالعرب. ترى الحين هو ترويح ما بتسبيح، ترويح اللي بيتروح انت روح مرودين ثلاثه ما بسبوع صبوا على روس. فلذلك ابوي هذا العلم وهذا الخبر. الحين بنصور لكم ابوي كرتم غيبه، الحين بنصور صبر معاده. محمد صور ولد اخوي ونسني ولد اخوي خالدي هذا ونسني نسمك بوك المعرض ما يحب المعرض كل يحب العراس لا بقول كل تعال المعرض ولد اخوي خالد الخالدي هذا بديب مرة ثانية المعرض لازم المعرض حبيبي مساكم الله بالخير الله يحفظكم نحط لي شوية خيار وفلفل بارد وخس زين واحد ياسل لي وذا الا السياره ما ادري شو بداها السياره ما ادري شو لا حسن يا معلم منو عيب يصير انا بس منو دريبرك انا لو اسد زين يوم دريبرك اسد اسد بيصير وياك زين تعال عداني اول يشوفونك العرب ها العبها ولا تحب وين تبين لا تسوي شيء حق لا تنظهر احنا بثنين اثنا ما بالله انت روحك هي ايه؟ شوف الحينه تبى انت ايه؟ شو تريد الحينه سياره باص سياره الحين نص الليل صبح لا سياره اتصلنا بهم اليوم قصر قالوا وافقت اللجنه على صلاح نحن ابوي ندري ان صلاح ريال عاجل ما بيكسر السيايير والسياره الاوليه عاشت 4 سنين ايه؟ وهاي ان شاء الله بتعيش 6 سنين ان زين ما كان في حد حرامي سرق شيء من ساماني في حد سرق شيء من ساماني تعرفونه واحد احد شيء خس هني حد كلم الخس مالي منو هذا بس فصراحة وافقوا على سعر السيارة ان شاء الله باكر ما بي وحيد باكر ابوي شيء التزامات لا لا ها خبر حسدني شيخ اسد بلا لا ما خليني هذا بخلي ما اثنين بصير سيارتين تيبون مرسيدس مرسيدس بيبون ابوي على سطح لين هني شوف ايه بذبح الخروف انت ما قلت بتذبح خروف ايه بس بذبح الخروف ايه شو تباني اقول الحين سياره اسد يقول لك صلاح يبي يخبرك انه وافقوا على السياره تعال شي حق تظهر في الصورة زين يقولك وافقوا على الصورة على شو اسمه على السيارة زين
وان شاء الله يوم الاحب بنسيرني بهاي ذهب الكوتيشن. لازم بكره اسير انا غير بكره انا ما عندي وقت. بكره بسير شيء عرس، عرس المزارع وعرس عرس المزارع بكره زين، وعرس بني كتب وقوم الكندي كنود. الحين بتاكد من الهاي بيحفظكم عرس الكندي والكتبي. هذا العرس يعني الله يحفظكم. احب اخبركم صلاح سكت سكت عاد خلي بنام شويه. اي ها يا صلاح انت ينيت عدبة كلام 24 ساعه لا تبي تتكلم انت والحين ما تتكلم يعني زين. تعال ادال مني بخبرك منو عرسه. ما تبي تعرف منو عرسه الحين هاليوم بكره شيء عرس. هذا يتشرف خالد مبارك الكندي وراشد درويش الكتبي بدعوتهم لحضور حفل الاستقبال المقام بمناسبة الزفاف نجليهما مبارك على كريمة السيد راشد بن درويش الكتبي وذلك وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 صلاح عنياس حق منو أقرأنا إيه زين وذلك يوم الأربعاء 11/4 اللي هو بكرة بعد صلاة العصر بنادي ضباط القوات المسلحة أبوظبي ودامت دياركم عامرة بالأفراح والمسرات. الحين يعني الله يحفظكم هذا عرسين في يوم واحد وكلهم في نفس الوقت. واحد في عرس، العرس في قاعة الاحتفالات قاعة الاتحاد. صلاح شبلاك أقولكم أنا ما خلي ترى شيء، ترى من يجي سيدي جسمته من يجي الشيء كله ما خلي شيء. ما قالوا هالأول ما قال متوصف ما تبات الفقير في بيتها دخيلة. إنزين عرسين، العرس الأولي في قصر الإمارات أبوظبي قاعة الاتحاد الاحتفالات. هذا عرس منو؟ عرس مبارك بن عبد الله بن محمد المزروعي على كريمة سهيل بن فارس المزروعي على كريمة سهيل بن فارس بن غانم بن غانم المزروعي. المعرس مبارك والعروس الوزيرة سئيلس بعد ما كملت. والمعرس مبارك على الله يحفظه والعروس شمة بنت سهيل بن فارس بن غانم المزروعي أصغر وزيرة في كنتية في كتية الكون حبلة في الإمارات في الكون. هذا المعرس مبارك والعروس شمة. إنما العرس الثاني على الله يحفظكم عرس مبارك غير ما سجلوا اسم العروس. العروس تستوي حفيدة خالتي العروس بنت راشد بن درويش الكتبي غير ما كتبوا الاسم، كتبوا اسم المعرس. حد من العرب يكتب الأسامي اسم العروس وحد من العرب ما يدانون حد يطلب اسم العروس وهم على هواهم. لكن أنا روحي أشوف أنه لا في عيب ولا بمنقود ولا بيور ولا بمنكر أن أبوي عروس والعرس أبوي إشهار كريمة فلان زينا فترض أبوي عنده 10 كريمات ويكون عنده 10 بنات. ما حد أبوي في الدنيا عنده بنت وبنتين هالزمان اللي معرسين خاصة جيلي أنا واللي فوق واللي قبلي كل واحد ياب 6 و7 و8 و10 بنيات إلا أنا عدم الله يرزقني. نحن ما بلية هذا لكن ما الله كتب أني الله يرزقني بنات الله يرزقني هنتين. انزين الحمد لله. فحد من العرب يكتبون كريمة فلان عمره اسم البنت ما كان عورة وعمره اسم البنت ما كان عيب واسم البنت عمره ما كان ما ينلفظ. البنت هي اللم، هي الأخت، هي خالة، هي العمة، هي المدرسة، هي الدكتورة، هي في كل شيء في كل شيء. من استوت الدنيا ما بحدث غريب على الأنثى يتقصر بس ما ينحط. أنا ما أشوفه من المفروض أن كل كرت سواء صار عند الحريم ولا عند الريايل يذكر اسم لازم أبو يذكر اسم العروس في الكرتين، الكرت اللي ساير للرجال والكرت اللي ساير للنساء. مش غلط، أنا ما أشوفه غلط ولا يخصه في العيب ولا يخصه في العادات والتقاليد. هذا كله
شيء سب شماعه ان عادات والتقاليد ما حد يذكر الاسامي الحريم، هذا كله ما سمعناه به ولا انزل الله بذلك من سلطان ولا علم، استغفر الله العظيم. هي لكن انا اشوفها ان هذا عادي ان يذكرون اسم الحريم واسم اسم العروس واسم حتى امها ويدتها وخالتها، شو المشكله يعني؟ شو المشكله؟ انا ما ادري شو المشكله ان يذكرون تنذكر اسامي الحريم، ما ادري كل من يا وقت والله قالوا ليش ابوي تطرون اسم هاي شوفات وشوفات. انت الحين قلت اسامي مركبه، اسامي هاي اساميهن، شو بلاك ايش عندك؟ خلاص بتصير شعاشته بالليل الحين، ست في الليل الحين المغرب زين، وين شو متلاحق؟ وين بتصير صلاح؟ بيت ادري شو تسوي؟ والله شو اسوي؟ ها بس لا حول ولا قوه، ودي بيصير البيت يلا صلاح بجي بيت النوم. ليش انتو زي خبول؟ وين بتصير؟ حاول على شيء. لا حبيبي لا من في يسحبك حبيبي، معاريس باثر زحمه، العرسين عرسكم ولد بنت ولد خالتي عرسهم زحمه، وعرس المزاريع اخس ودعس في الزحمه، فابوي ما فيك صراحه منو وين بتجلس؟ ما شيء مكان حبيبي، هب ما شيء مكان، ناس زحمه ما حبه يدريبك، بوديك مكان يوم بيستوي المكان هادي زين. إذا هذا السيارة جديد بدأنا أنا وصلاح روح وبيت مريم. دبي. إيه. إيه بالسيارة الجديدة. مبروك مبروك. بس. من تذهب السيارة الجديدة؟ أنا بس أنت. إيه أنا وأنت بس روح سيلة مريم غدا ويجي. ما بتودي بشكارك وياك؟ بتوديها لو لا؟ لا. بس خليها تولي، خليها تجلس وصير أنت. يلا يلا برايكم، يلا مع السلامة. لا أعطيها بقى فوز. إيه ود السامان وين قلنا لك؟ سامان اللي حطيناه، سامان اللي اعطيناك في السياره، انت بتوديه فلاح؟ منو بيودي انت ولا هو؟ انا اودي الحين يا رب. موس موس انا وين زي يلا مع السلامه حبيبي، انت بتوني باكر؟ لا تون الصبح سرعه، لان بكره ما شيء مجيء عندنا. اي بكره ما شيء. يوم اللي هي بوسين بوسين اليوم هي هي اليوم هي. يوم اللي هي اليوم يوم هي اليوم يوم اللي هي اليوم يوم هي اليوم يوم اللي هي اليوم يوم اللي في تصوير في ايه تصوير في عمو خالد هيصور، قول عمو خالد هيصور، عمو خالد هيصور هيصور ايه؟ فيديوهات سنابات. يلا باي باي يا عمو خالد. باي باي يا عمو خالد. يما كلكم هذا عاد اسمه عمر يوميا يتمرن معي. السلام عليكم. زين عاد عمر ما بيعز اللي يقوله وانه زحمه اليوم صح؟ وايد زحمه. زين تعرف شو ازيد؟ الزحمه الله يسلمك للانسان انا روحي اي جيم تعرف متى؟ اذا في زحمه، اذا ما في زحمه ما ادخله. يعني انا احب الناس، احب البشر، احب انت تبى ما تبى الزحمه سير بيتكم. صبر صبر لحظه لحظه، خلي يسوي لك جم روحك زين، ويلس روحك كأنك ساحر ضروري. والله لازم الانسان يحب العرب، كيف تتشجع؟ لا لا لازم تتمرن ويا الناس. الله يتحراني من شيء زين. وايد شباب يقول والله نحن ما نحب الجم يوم يكون في زحمة، إذا الجيم ما في زحمة. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، لين عينه ممزور الجيم يا عيني، خلق الله وين ما تصد لك استبية آدمي، يعني يكاد أن يكون الجيم يعني يوم يقول لك والله بينفجر انفجار سكاني، هذا يسمونه انفجار سكاني، يعني بقول لك يمكن 300 نفر في مكان واحد حاليا نحن، أو 250 أقل شيء. أنا يجيني ناموس الطرب من أشوف العرب، من أشوف الناس، وناس يعني منهمكة في التمرين وحد يرمس وحد يسوي تتنوم، تحس عمرك إنك تبي تتمرن، لكن يوم روحك جاز من الجيم والله ما يستوي. يلا زين دقيقة
يوم روحك تجلس في الجم ولا الجم ما في حد تضرب في وجهك. انا والله اني اعرف عرب في بيوتهم جمات، والله اني ودرون جماتهم خسر عليها ملايين، واني يجون الجم لان الروح تبع عرق الارواح. الا الميدوم يعزلون هاك اللي في دام يعزل عمره، ولا اللادمي مدام حي يصير ويا العرب يخالط العرب في السراء والضراء. فتجلس روحك والله يا ابوك لا تنط وتموت، خلي جنك جني. يلا بنامس خلاص. هذا بعد واحد توه يشكى يقول بعد زحمه. زحمه؟ وايد والله. شو رايك انت؟ شو الاخيار؟ شيء زحمه ولا ما شيء زحمه؟ لا 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 اي هذا طالع عمك تعرف شو تسوي؟ قدم اشتراك انت عن 10,000 شخص وبيروغون العرب كلها ويخلون الجم لجنابك بس. والله العظيم انت احرجته صح؟ احرجته. الزحمه واليمعه زينه. واليمعه زينه؟ هذا يبقى كل انفرادي حتى يوم يلعبون كوره، حتى شوف حتى لعبه كره القدم، كره القدم مجموعه فريق هذا يبقى روحه يلعب في النادي. انا اقول له بالجول وقور روحك. كيف بنسوي له في المينس؟ ترى هي اكبر احراج عاد هو يتحراني عندي موضوع اليوم، لان من مساء من اول ما جيت انا تعال ابوي، انا من اول ما جيت اليوم موضوعي كله عن الناس اللي يقولون زحمه ابو زحمه. واحد لقاني عند الباب ابو محمد، محمد انصحك لا تي داخل. قلت له ليش؟ قال لي زحمه الجم ما يندخل. شوف الزحمه زينه، لا مصح ما في، لا ما في مصح، لانك عنب انت بتحط اللوادم كلها مره واحده تنسخ الناس كلها واحد. صحيح مصح لازم ساير وياي حر براد وناس، يعني اسمها مشاركه المجتمع. يا رك الله. ما ادري احس فيك عرج من هالمرفا ولا انا غلطان؟ صدق يا ابو محمد. صدق والله؟ نعم. ما شاء الله تحمادي؟ نعم. تبارك الرحمن يعني الله يحفظك. الله ما شاء الله. انت ساكن هنا محمد بن زايد ولا وين؟ نعم محمد زايد. وهذا اقرب جم لكم تونا؟ نعم. زين زين. شو عندك من العيال؟ عندي ثلاث ولد وبنتين. الله يطرح فيهم البركه. آمين. يبلغ فيهم عرسان يا رب. وياك. يخليك ان شاء الله. شكرا. يا رب. شيء خصني في العرب، شو معنني ومصارفني؟ الا انت كم عندك من العيال؟ وين ساكن؟ وين رتب؟ شو اقول لكم؟ امور امور. Vamos.